تشاهدون الآن فريق الجدعان في ورشة الفنان خالد زين الذي يرسم لوحات إبداعية بالذهب والفضة، وأسس ورشة للفنون التشكيلية انضم لها العديد من المهندسين والأطباء والمحاسبين من عشاق الرسم والفنون التشكيلية. عارفين لما بنقول الفنون جنون، المبدع اللي هنقابله دلوقتي بجد تطبيق حقيقي ليها، فنان مجنون بالفن وبيرسم بالذهب والفضة وعنده شموخ وقوة واعتزاز فريد بفنه وبجد يستاهل. اسمه خالد زين، 40 سنة وتخرج في كلية الحقوق سنة 2003، لكن موهوب فعلا وعاشق للرسم الإبداعي اللي بيخرج عن نطاق المألوف، لمسته بتقلب أي لوحة، بارع في الوجوه، ولما بيرسم ملامح أفريقية ويعمل تطشاته الذهبية ينهار، بيثبت إن السمار هو الجمال كله، فظيع فعلا. قابلناه في ورشته الإبداعية في المقطم، تعالوا نتعرف على فنان صناعته عنوانها الإبداع. ما شاء الله عليك بجد، لما دخلنا المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه، عندي ورشة كل لوحة لازم تقف عندها، دي خامتها ايه؟ اتعملت ازاي؟ افكارها جات منين؟ انت مختلف، حولت مهنة الرسم او فن الرسم لصناعة، دي حقيقة. دخلت فيها خامات كتيرة جدا، حبك للفن، عشقك للفن خلاك قدرت توصل لمرحلة انك تعمل ورش لتعليم فنانين ما هو الفن. انا يعني بحب الفن بشكل عنيف جدا، وزي ما تقول بنظريه استقطاليه، فان انا عايز اعمل حاجه ديفرنت، عايز اعمل حاجه مختلفه عن النمط التقليدي اللي بيحصل عامه. فاول ما ابتديت في الشغل التقليدي اللي كل الناس ممكن تكون بتعمله او بتستارت في حته، ان انا ازاي اعمل لوحه، ازاي ارسم لوحه، ايه الماتيريالز بتاعه الفن عامه والارت والالوان والحاجات زي دي، ناس كتير قوي ما تعرفهاش، وهي عالم كبير. يعني الالوان ده عالم انت مش متخيل عامل ازاي، في حاجات بتشتغل على حاجات وفي حاجات ما بتشتغلش على حاجات، وفي حاجات ينفع نوظفها وفي حاجات ما ينفعش نوظفها. كل الكلام ده انا اكتشفته بالشغل وبالتجربه، بان انت بتعمل وبتغلط لغايه ما تعرف بنسبه كبيره ايه على ايه اشتغل ازاي. وابتديت اقتحم بقى نظريه عالم الالوان وعالم الفن وعالم التصنيع بالطريقه الفنيه. ابتديت بفريق عمل يهوى الفن وعندهم تالنت، ناس كرياتيف افكار، قدرت اخد الناس الكرياتيف دي وبيهم نقدر نعمل حدث كبير، وكل واحد من جواه على يقين ان احنا بنعمل موضوع مختلف. تقدر تغير حياتنا ازاي؟ احكي لي. انا هبتدي لك من اول الدهانات بتاعه الحوائط. انا ممكن ادخل في مكان، في انترنس، في ريسبشن، في شقه كامله، في فيلا، في قصر، ايا كان الموضوع، اعمل من الدهانات دي موضوع فيه فن من غير رسم، اطلع له طريقه دهانات وطريقه ديكور مختلفه، طبعا مع توظيف الحاجات اللي بتتحط جنب الدهانات دي. لو اضفنا، عايز اضيف حاجه بس صغيره، هو انا داخل مكان هنا لما قعدت اتفرج على الاسقف اللي موجوده، انت بتفكرني بالحاجات اللي هي موجوده في لندن، المتاحف القديمه، القصور المصريه، كل الحاجات القويه عندنا القديمه، كان ده الاتجاه بتاع الشغل بتاعك، في اتقان في الخطوط بتاعتك. بالظبط. فبرافو عليك حبيبي، ربنا يخليك. فانا بوظف قصه، يعني مثلا حضرتك بتتكلم على الاجزاء اللي هي بتاعه الاسقف اللي بنتكلم عليها، دايما موضوع السقف في البيوت الناس بتبقى محتاره تعمل فيه ايه، بيبقى فيه مسطحات كبيره جدا، غالبا بنحاول ندخل حته الرسم بوظفه مع ديكور بيتك. انا كمحمد غانم مثلا بعشق خالد الجداريات، احب جدا ابقى ماشي اتفرج على جداريه على بحر اسكندريه فيها خامات حبال وفيها صفيح وفيها مش عارف، كل ده اتشكل منه لوحه بديعه جدا. ازاي بقى نعمم الكلام ده؟ والله انا حاولت ان انا يعني اتجه على القصه دي، في قصه الاوت دور عامه، ازاي ان احنا ممكن نوظف الرسم والفن ده بره في الاوت دور، في على العماره عامه، لحد ما عرضت واجهه عماره بطولها. في تاخد منك وقت قد ايه شغل دي ولا رسم دي؟ الطبيعي ان هي تاخد مني ممكن شهرين ثلاثه شغل. عملتها قبل كده؟ نفذتها؟ طبعا كان في واحد عنده يعني عنده مصنع مشى، بالفعل العمارة بتاعته معمولة على الطوب الأحمر، فاشتغلت عليها، قعدت اعمل تصميمات كتير لحد ما وصلت الفكرة ان انا احولها له لقطعة فنية، كأنك مش عايش في مصر، انا عايش في ماليزيا مثلا، عايش في تايلاند، عايش في الحاجات اللي انت بتشوفها الغريبة دي. طبعا كان عندي مشكلة في ان انا ازاي اقتحم نظرية ان انا ارسم على واجهة بالمساحة دي، وازاي اشتغل بالخامات اللي تساعدني وتخليني ان انا بعد ما اخلص رسم
انت بيعدي عليك صيف وبيعدي عليك شتاء وبيعدي عليك مطره وبيعدي عليك شمس. اجواء خارجيه غير طبيعيه. ازاي انا اعمل حاجات تعزل الرسم اللي انا عامله ويقعد وقت طويل؟ فعملت كده زي كونسلت كده مع كيماويات البناء الحديث، مع جبت كل شركات الدهانات لغايه ما طلعت بخلطه معينه اقدر اعمل بيها عازل. عملت عازل للطوب ده تماما ورسمنا. وبعد ما رسمت طبعا مرحله الرسم عشان تحصل اصلا ده كان موضوع كبير جدا، لان انت حضرتك بتشتغل على سقالات وعلى واجهه عماره ارتفاع 5 ادوار ومركز عشان تطلع حدث في فن، دي صعبه جدا. الحمد لله ربنا كرمني قدرت اغير ملامح العماره تماما بالشكل اللي زي ما اقول لحضرتك عليه ده كانك في بلد مش في مصر اصلا. عملت ايه بقى؟ عملت منظر طبيعي، رسمت بحر وميه ولاندسكيب وشويه نمور وعملت له جو كده. دي زمانها مزار في طنطا. هي بالفعل بقت مزار في طنطا، وبالفعل ناس كتير جدا جدا بقت تروح وتقف هناك وتتصور هناك، وناس بتبعت لي بتقول لي انت عامل اللوحه الجباره دي في طنطا، طب ليه مش عامل، ليه مش عامل في القاهره، ليه مش عامل في حته تانية. انا ابتديت بقى من خلال مبادره صغيره ان انا اشوف باسبوت كده في اماكن معينه، بحاول اتواصل طبعا مع ناس في الاحياء ان انا اخد الاماكن الرئيسيه بتاعتهم وارسمها واغير حواليها اشكال الدهانات بتاعه العمايل. خلي بال حضراتكم، خالد زين هو رئيس مؤسسة زين للفنون ومؤسس واحدة من أضخم ورش العمل المتخصصة في الفن التشكيلي الإبداعي. عادي جداً لما تلاقي مهندس مدني ولا دكتور ولا محاسب واقف في ورشة زين بيرسم وكأنه رسام محترف، كلهم بيشتغلوا معاه وغيروا مسارهم وتفرغوا تماماً للإبداع الفني. دلوقتي ركزوا مع خالد زين عشان في دقايق هيقدم لنا مفاجأة حقيقية. عجباني هو فكرة الورشة اللي انت عملتها، وقدرت تجمع مجموعة من المبدعين ومن خلال هذه الورش بتقدر تقدم لوحات فنية بديعة جدا. دي حقيقة. الفكرة دي جات لك منين؟ الفكرة دي ان انا الحمد لله يعني بدأنا نعمل اسم كويس في السوق في مصر من خلال الشغل اللي احنا بنعمله، فبدأ يطلب مننا شغل كتير. فانا لما بدأ يطلب مننا شغل كتير بديت اجيب ناس فنانين، اي حد عنده هواية، بس هي الفكرة نفسها مش ان هو عنده هواية وخلاص، يعني ممكن يبقى عنده هواية بس هو كسول، ممكن يبقى عنده هواية بس هو مش قادر يجي على نفسه، ممكن يبقى عنده هواية بس محتاج تدعيم. بحاول اعمل له زي اختبار كده في الاول افهم منه هو ممكن يعمل ايه، او بقعده معايا فترة لقيت ان هو هيقدر يتخطى المراحل اللي انا بشتغل فيها، لان احنا شغلنا كله مش في الاتيليه ومش ان انا قاعد برسم لوحة بس، لا انا ممكن زي ما وريت حضرتك ممكن ارسم واجهة عمارة فيها مجهود بدني، فيها مجهود عصبي، فيها مجهود فني. بعمل خطة عشان أخلي الناس دي كلها تشتغل في نطاق واحد ومسيستمين، عاملين لينا سيستم مين شاطر في إيه ومين شاطر في إيه ومين شاطر في إيه، بيتوظف في الكلام ده كله. وبعد كده ببقى أنا طبعا بدعم معاهم بالشغل بتاعي، وبعد ما بيخلصوا ببتدي أشتغل على الحاجات اللي هم عملوها عشان تطلع بنتيجة مختلفة تماما عن اللي موجودة في السوق عامة. يعني خالد الصناعة دي مكلفة؟ خالص. الصناعة دي زي أي صناعة بتحصل في البلد، هي لو بنتكلم على بند الأخشاب زي صناعة الأخشاب اللي موجودة في كل حتة في مصر في أي ورشة عمل بيصنعوا خشب، بس الفرق بيننا وبينهم ان هم بيشتغلوا في الحاجات ذات النمط التقليدي، احنا بنحاول نخرج الصناعه التقليديه بتاعه الخشب نحطها في كادر فني، في اطار فني بالفكر بتاعنا، بالروح بتاعتنا، بجوده الشغل بتاعتنا. اللي ورانا دي خشب موسكي مثلا، اللي ورانا دي خشب موسكي، دي شرايح جنب بعضها، او دي برضو نفس الكلام شرايح جنب بعضها، وعملت فوقيها رسمه، يعني كسرت شويه فكره النمط التقليدي في ان انا ارسم على حيطه او ان انا ارسم على توال او ان انا اعلق لوحه، حطيتها على خشب وبدات تتركن ما بين الحيطه ممكن والأرض. تتحط بقى مركونة، ممكن تتحط تعلق، ممكن تتحط ورا كنبة، ممكن تتحط في مدخل شقة، على حسب طبعا الديكور البيت بتاعك. خيال الواحد داخل بيته لقى الرسمة دي في الوش بالحجم ده، وكمان عندك بيزا انت بتعمل حاجات ضخمة جدا، انا شايف لوحة انا عندك 4 متر. ايه ده؟ لان البيوت برضو اللي انا بتعامل فيها هي بيوت مساحات كبيرة، فبتبقى عايزة حاجات تشد العين وحاجات تخطف. بس برضو عندك حياة للناس البسيطة وعندي كده وعندي كده طبعا. ما في اول كلامي ما حضرتك توعدت ان انت الشباب ممكن تساعدنا وتعملنا حاجات حلوة. طبعا ده انا نفسي، يعني انا نفسي فعلا في القصة اللي انا بعملها ان انا عندي اكاديمية كبيرة للفن، اعلم فيها ناس كتير فن، والناس دي تتوظف والناس دي تعلم ناس والناس دي تعلم ناس، لان ده اللي هيبقى عندنا، ده الموضوع بتاعنا. طب عشان يبقى عندنا قطعه من قطع خالد زين الفنيه هنتكلف كتير؟ خالص.
ولا اي حاجه. واحنا عند خالد زين قابلنا فنانه الكروشيه والمكرميات ياسمين جازو، وهي محترفه وبتنتج تصميمات ابداعيه رائعه. ياسمين، انت شغاله على فن الكروشيه والمكرميات ده بفكر ورشه وناس شغاله معاكي ولا شغاله لوحدك؟ والقطعه بتاخد منك وقت قد ايه؟ عرفينا، دخلينا عالم الفن ده. شغاله لوحدي، ابتديت من البيت من حوالي 15 سنه، ابتديت من البيت، حتى تسويق كان من البيت، كنت بصور الشغل بتاعي وبنزله على النت. انا شويه ايدي سريعه يعني، لاني بركز قوي في الشغل وحباه جدا، ففي شغل ممكن ياخد شهر انا ممكن اخلصه في اسبوع، فده ساعدني ان انا اقدر اشتغل لوحدي اكتر يعني. وما كان في الاول ما كانش مطلوب مني كميات رهيبه ان ممكن تبقى محتاجه حد يبقى معايا. بعدها بفتره ابتدت ناس تطلب مني كورسات وتعليم، ان انا بعد كده ابتديت اساعد ستات كتير ان هي ابتدت تعمل المشروع ده في البيت بس، فاتجهت اكتر للتعليم. ايه منتجاتك بقى؟ سجاد، بطاطين، مفارش. يعني ده مفرش، ده مش كده؟ ده سجادة مكرمية، خيط مصري، كل حاجة يعني. الخيط ممكن توظفه في كل حاجة يعني. أنا شغلي في مرجيحة، كل حاجة، منتجات لحفظ الحاجات جواها، ملابس، باسكت، بطاطين، باسكت مكوى، باسكت مفارش عروسة، كل حاجة. خالد زين يقدر يقلب أي مكان ويعمل تحول جذري فيه، ودايما لوحاته بيلهمها الروح بالذهب والفضة. باختصار، هو مختلف عن أي حد تاني، ولوحاته وتصميماته يقدر يخليها في حجم مباني كاملة، وألوانه جريئة وخطوطه قوية، ومبتكر في خاماته، بجد رائع. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد افتتاح أولى فروع الجزارة الحديثة إيجي بوتشر في المعادي، والذي يطبق أفضل معايير وضوابط سلامة الغذاء في تداول اللحوم الحمراء والتي يتم تربية عجولها في مزارع خاصة تابعة لشركة سايبول للأغذية.